أهلاً وسهلاً بكم في برنامجكم الأسبوعي رواق الحياة على أمواج إذاعة الحياة فام. تتابعوننا على البوندا فام 90.3 ولا على لايف ستريمينج الحياة فام .net، ويمكنكم التفاعل معنا الليلة عبر الخط الهاتفي الموضوع على ذمتكم 70 035 120. ضيفنا هذه الليلة ضيف استثنائي، ابن مدينة القيروان، غادرها ويعود إليها عودا موسميا كما تعود الطيور. الكينج الأديب العربي كمال العيادي ضيف إذاعة الحياة فام في برنامجكم رواق الحياة. أهلا وسهلا أديبنا المبجل. بارك الله فيك، يعيشك. أولا أنا الكينج حيثما كنت، ولكنني عبد للقيروان حيثما وطأت قد أقدامي أي شبر فيها. أنا مدين للقيروان بكل شيء، وسأبقى حتى آخر أنفاسي مدين لهذه المدينة التي رغم كل ما تتعرض إليه من إهانة، ورغم كل الجحود التي تتعرض له من طرف الفاسدين ومن طرف الساسة وتعاقب الحكام عليها منذ مئات السنين ربما، فالقيروان تبقى علامة، وتبقى هي الملهمة، وتبقى هي صدر الليل الذي يلهم المبدعين والشعراء، وفي كل البلدان العربية وحتى البلدان الأوروبية حينما أتحدث عن القيروان يشعرون بنوع من الغيرة. ذلك أنني حينما أتحدث عن القيروان فأنا أتحدث عن هذا الحنين الحقيقي الذي أنا مدين له بكل شيء. القيروان ليست مجرد بقعة في الأرض، القيروان هي حرث في رحم أمنا الدنيا آدابا وثقافة وفنونا وعلما. كانت القيروان مزارة ومحجة كل بلدان العالم العربي، وكانوا يأتونها من فاس ومن المغرب ومن مصر ومن غيرها. والقيروان حدث منذ بضعة أسابيع أنني كنت في جلسة أدبية أو جلسة منادمة وأصدقاء، فقال أحد العراقيين: أنت تتكلم عن القيروان كثيرا، ورغم أنك زرت بغداد، ورغم أنك عشت 11 سنة في القاهرة، ولكنك لا تتحدث عن القاهرة ولا تتحدث عن بغداد، وكل كتاباتك تقريبا تدور في فلك القيروان. فقلت له: مهلا مهلا يا سيدي، ألا تعرف أن بغداد هي وليدة القيروان وهدية القيروان؟ ألا تعرف أن القاهرة هي هدية القيروان؟ هناك امرأة اسمها أروى القيروانية، وهي صاحبة أو التي سمي على باسمها الصداق القيرواني، الذي يعتبر ثورة إلى حد اليوم، هي التي تزوجت بالمتوكل، والمتوكل هو أخو السفاح، وهو ثاني خلفاء الدولة العباسية. وسنة 1937 جاء للقيروان واختفى لمدة 3 سنوات وتزوج من أروى القيروانية. فلما مات السفاح عاد إلى الموصل وكان خليفة، فقالت له: أنا لا أحب الموصل، فابني لي مدينة. فبنى لها مدينة اسمها بغداد، فبغداد هي هدية القيروان. والمعز بن بديس بعد ذلك بنى القاهرة، فالقاهرة هدية هذه المرأة التي أنجبت أكثر من 460 خليفة في الدولة العباسية، التي دامت أكثر من 1070 سنة، وهي أكثر الخلافات التي دامت هي الدولة العباسية. فكانت كل الأحفاد وكل الأولاد الذين جاءوا وحكموا الأرض وحكموا العالم الإسلامي كانوا من نسل أروى القيروانية، التي لم يتزوج عليها، فكان شرطها الصداق القيرواني أن لا يتزوج عليها. فلما ماتت تزوج ب100 بكر بعد موتها، ولكن كل الخلفاء
الذين تداولوا الحكم لمدة 1000 سنة كانوا هدية وكانوا من نسل القيروان ومن أروى القيروانية. فالقيروان هي بصمة في هذا التاريخ، بصمة في الأرض. ولا أعرف ولم ألتقي بكاتب أو مبدع أو رسام أو شاعر أو روائي أو إعلامي في كل العالم العربي ويذكر أمامه اسم القيروان إلا وانتبه واتسعت حدقة عينيه. فالقيروان هي ربما ندبة أيضاً وربما جرح أيضاً، فنحن نعاني أصحاب سكان القيروان وأهل القيروان نعاني من غيرة ما بعد السوري، ما وراء السوري، من كل المدن، كل المدن تغار من القيروان، لأن القيروان حزام محمي بسور ومحمي بدعاء عقبة بن نافع حينما قال: اللهم اجعل هذا البلد مليئا بالعلم وبالعلوم. فحتى ولو كانت أسطورة، حتى ولو كانت القيروان غابة، حتى لو كان ذلك صحيحا أو غير صحيح، فليس هذا هو المهم. المهم أن القيروان هي منيرة وستبقى مضيئة، وستعود أمجاد القيروان بحب أبنائها. ولا أعرف ولم أسمع يوما في الأيام أن هناك مبدع ومبدع من القيروان وهناك بينهم خصام يتجاوز 3 أيام أو 3 أشهر. القيروان أعجوبة وأسطورة وستبقى كذلك ما دام هناك كائن بشري فوق الأرض، وستعود القيروان محج الأرض لأنها القيروان واسمها يكفي القيروان. أنا جئت اليوم لمدة 8 أسبوع إلى القيروان من ألمانيا، وكان من المفترض أو سيكون ذلك إن شاء الله، سيكون هناك أمسية شعرية غدا ببيت الشعر عند الصديقة والعزيزة الشاعرة جميلة الماجري الساعة 3 ببيت الشعر. فقالت لي أول أمس، قالت لي: ماذا ستقرأ؟ من أي مجموعة من المجموعات الشعرية التي أصدرتها ستقرأ؟ من الربيع أغادركم ومعنواتي مرتفعة، أو من ليس للربيع علامة، أو من أي المجموعات؟ فقلت لها: اسألي إذا كان الغد. فكتبت في ليلة واحدة 8 قصائد سميتها عتبات القيروان، وإني أعتقد أني الليلة سأكتب 8 مثلها. فالقيروان ملهمة، وهناك من الشعراء من يبقى 10 سنوات حتى يكتب قصيد، أو 5 سنوات أو سنة حتى يكتب قصيد. فهذا البلد الذي يلهمني 8 قصائد كلها تدميني، وكلها كتبت من أعمق أعماق قلبي. هذه المدينة التي حينما أمشي في طرقاتها والله لأود أن ألتقط الحجر كما الخبز وأضعه على جانب الطريق حتى لا تطأه أقدام العابرين. القيروان مقبرة الشهداء ومقبرة الصحابة منذ 50 للهجرة، مجيء عقبة بن نافع، حتى اليوم. كم مرة من الوقت؟ أكثر من 1390 سنة تقريبا، مرت في 1400 سنة. كم من الصحابة ماتوا، وكم من الشهداء، وكم من العشاق. فالقيروان على صغرها هي مقبرة العظماء ومقبرة الشهداء، فخفف الوطأ وأنت تمشي في القيروان، فإنها مقبرة العظماء. هذا هو كمال العيادي، نص منساب ونهر لا ينقطع من جميل الكلم وطيبه وبديعه. نشأ في حومت علي بي في القيروان، ثم حلق عاليا فحط على غصون عديدة في مختلف أصقاع الأرض، في روسيا وفي ألمانيا وفي مدائن ودول
أخرى، ولكن للعودة إلى القيرواني معناه بالنسبة إلى الكينج، إلى الأديب كمال العيادي. حدث عن أروى القيروانية، حدث عن مجد القيروان، حدث عن المدائن التي نشأت من نسل القيروان، أروى القيروانية وفاطمة الفهرية مؤسسة جامع القرويين، أول جامعة في العالم دون منازع، وأختها مريم صاحبة مسجد الأندلسيين في فاس. كمال العيادي له عديد المؤلفات. كمال العيادي كما قلت نهر لا ينضب. ماذا عن مؤلفاتك وماذا عن جديدك في باب النشر والتأليف؟ وبعدها سنقصد إلى القراءات الشعرية مما يقترح علينا أديبنا الكبير الأديب القيرواني الكينج كمال العيادي القيروان، وهذا العود من حين إلى آخر شاعرنا المبجل. أنا أعتقد أن النجار الذي يصنع طاولة واحدة في السنة نجار فاشل، والحداد الذي يصنع باب حديد في السنة حداد فاشل. لذلك أعتقد أن الكاتب المحترف لا بد أن يكتب على الأقل كتاب أو كتابين في السنة. لقد آليت على نفسي منذ 20 سنة أو ربع قرن أن أنشر ما لا يقل عن 5 كتب في السنة، ولي الآن من الكتب ما أعتقد أنه يتراوح قرابة 40 كتاب أو 42 كتاب نسيت، وإضافة إلى كتب الترجمات العديدة، إضافة إلى 138 كتاب للأطفال وغيرها. فأنا أشتغل بدأب، وربما ألهمني أعطاني القدر إمكانية أن قلمي سلس، لأنني لا أكتب بفكري أو لا أكتب برأسي، إنما أكتب بقلبي، والقلب معطاء، والقلب يعطيك إمكانية أن تكتب في كل وقت. فحيثما وليت وجهي، والله حيثما وليت وجهي إلا وجدت إمكانية أو مصدر أو منبع للكتابة. كل الوجوه التي ألتقيها في طريقي هي مشاريع كتب، كل البنايات، الأزهار مثل المزابل، السيارات مثل الحمير والبغال، كل شيء يمر أمامي هو إمكانية أن أكتب عليه، أن أكتب عنه. لأنه مش المشكلة في الكتابة، ربما هذه تعيقنا في الأدب العربي، مش المشكلة ماذا تكتب، المشكلة هي كيف تكتب وكيف تتعامل مع ما تكتب. أنا أكتبني أنا، كل ما حينما أتحدث عن الكرسي فإنني لا أتحدث عنه كقطعة خشب ميتة، أنا أتحدث عن الكرسي الذي جلست عليه أمي، الذي جلس عليه أبي، الذي هذا الكرسي، كرسي العرش وغيره. فيصبح الكرسي هو تامة لا نهائية للكتابة. فأنا أحتاج أكثر من 1000 سنة للكتابة عن منفضة السجائر فقط، وقس على ذلك ماذا يمكن. لذلك رب، رغم أني أنا كاتب محترف وأعيش ربما من كتاباتي، وهذا غير متوفر وغير متاح للكثير من الذين يحترفون الكتابة، لأنه للأسف في العالم العربي لا يمكن للكاتب أن يعيش من كتاباته. فحينما تكتب مقال بسيط أو ترجمة قصة للأطفال تكتبها بالألمانية أو تكتبها بأحد اللغات الروسية أو غير ذلك، وأنا جبت الأرض ودرست في روسيا ودرست في ألمانيا وغيرها، فحينما تكتب فإن كتابا واحدا يكفيك لتعيش كريما معززا مرفوع الرأس لمدة سنة. ولكن ماذا يحدث الآن في العالم العربي؟ أنت هناك من يدفع من أمواله من أجل الورق، والكتابة لا تساوي حتى ثمن الورق. أنا معتز وأنا أحب مهنتي وأعشق مهنتي، لأنني لا أمتهنها ولكن لأنني أعشقها. الكتابة هي حياتي، وهي أعتقد أنها
كل ما سيبقى في هذا الكون بعد رحيلنا، حتى في الكتب المقدسة وحتى في القرآن، إنما يخرج الإنسان يوماً يوم القيامة حاملاً كتاباً، كل منجزه مكتوب في كتاب، فالكتاب موجود حتى عند الله. لولا اللغة لما وصلنا القرآن، ولم تصلنا أي كتب السماوية، والكتاب هو الذي سيبقى، وهو الذي يجمل الأشياء أو يكشف الأشياء أو يقشر الأشياء. الكتاب هو حياتي وهو روحي، وأنا أراوح تجربتي بين المسرح حيث درست في المعهد العالي للفن الدرامي، وبعد ذلك قلت أن المسرح محدود برقح، رغم أنه أعظم وأبعد وأكثر رحابة واتساعا من مجرد رقح خشبي. فدرست السينما لذلك في روسيا، فكانت عدسة الكاميرا أكثر إمكانية للتعبير الثقافي والتعبير الجمالي ربما، وأكثر تقنية وهي تتطور أكثر من المسرح. ثم بعد ذلك تركت السينما واتجهت إلى الرواية وإلى القصة وإلى الرسم وغيرها من الأشكال للفنون الأخرى. فأنا خليط من هذه الفنون التي حينما تتجمع جميعا يمكن أن تكون سلسا في كتابتك، وأن تكتب من قلبك وليس فقط من دماغك من فكر. هذا هو كمال العيادي، كما هو معلوم تنساب كلماته لا تنقطع سقسقة هذا الجدول المنساب انسيابا جميلا بوقع رائع بديع. كما العيادي متابعوه كثر على منصات التواصل الاجتماعي وقراؤه من الكتب الورقية، هو الآن في القيروان يحظى بلقاء الأحبة، فليسمح لي بسؤاله عن بعض الصداقات برأيه المخصوص وأسلوبه المتميز. أسألك، أقول لك منصف لهابي درسني سنتين، درسني في السنة الثالثة ثانوي ودرسني في السنة الخامسة ثانوي، ولولا المنصف لهابي لما كنا، ولولا محمد الغزي الذي درسني السنة الرابعة لما كنا، ولولا صلاح الدين بوجاه الذي درسني في البكالوريا لما كنا. رحمه الله. هؤلاء أساتذتي، وهؤلاء أنا مدين لهم، ولكنني لا أفصلهم عن القيروان. فحينما أتحدث أنني مدين للقيروان، فأنا مدين للمنصف الوهابي، وأنا مدين لجميل الماجدي، وأنا مدين لمحمد الغزي، وأنا مدين لصلاح الدين بوجاه، وأنا مدين لكل شعراء القيروان، من ابن رشيق إلى الحصري حتى آخر أديب أو كاتب أو مبدع يعيش في القيروان. القيروان واحدة، ونحن جميعا ننحني إجلالا وإكبارا لقامات عظيمة كبيرة حقيقية مثل المنصف الوهابي. المنصف الوهابي حينما أتحدث في القاهرة أو في الإسكندرية أو في بغداد أو في أي عاصمة عربية، حينما أبدأ كلامي أبدأ عادة بقصيد للمنصف الوهابي. واسمحوا لي أن أقرأ بيتين أحفظهما منذ أو قصيدة، بيتين فقط من قصيدة أحفظهما من منذ طفولتي. يقول: ها أنت تبلغ باب الله مرتبكا، الوجه منخطف والروح مشتعل، هذا الهوى يا سيدي شردني، فهلا بسطت يدا تحنو وتنتشل. فيرد عليه محمد الغزي يقول: اخلع نعالك عند الباب يا أبتي، وادخل
إلى ملكوت الشعر محتفلا. قد استفيت أنت لحفل الله، فقل ماذا وقوفك في أعتابه وجلا. إذا كان درسني محمد غزي، وإذا كان درسني سلاح ديب وجاه، وإذا كان درسني مصف لهيبي، فكيف تنتظرون أن لا أكون، أن لا أفاخر بأنني حينما أقول الكينج، فأنا هذا الاسم الذي أطلقه علي وزير الثقافة المصري دكتور الناقد الكبير الدكتور شاكر عبد الحميد، أنا أحتمي وراء هذا الاسم الكينج، لأنني حينما أصارع المغشوشين ما تقولهمش أنا دجاجة، لا أقول لهم أنا أسد، أنا الكينج، فأقارعهم بالحجة وحينها يحترموك. ولكنني أول ما أدخل من أبواب القيروان فأنا عبد لكل القيروان، لكل حجارة القيروان، وأنا أبوس أقدام كل من يمشي في القيروان، لأنني كينج عليهم مش في القيروان. هذا هو تواضع كمال العيادي، تواضعه للقيروان، لأهلها، لأرضها، لنسائمها، لتاريخها، لإشراقتها، تواضعه المعروف، وهو يدين للقيروان بفضائل. كمال العيادي حدث عن أوجاع الطفولة، حدث بفخر عن أوجاع الطفولة، ونقل لحظات الوجع نقلا جماليا بديعا. ما تنكر كمال العيادي لماضيه ولم ينكر من هذا الماضي شيئا. الطفولة، الحومة، الحي، حومة علي بي، مدينة القيروان، أصدقاء الطفولة من غير الأدباء. يحمل كمال العيادي بين جنبيه نبضا جميلا لطفولته، لماضيه. لست أدري بما سيضيء مما لا يعرف جمهوره وقراؤه من حياته الخاصة. بماذا يجود كمال العيادي في هذا اللقاء الإذاعي حتى ربما ننير بعض الجوانب من حياته الخاصة، وجمهوره مشتاق إلى كل ما هو موصول بحياته. أنا مدين لثلاثة هم أساتذتي، منصف الهيب ومحمد الغزي وصلاح الدين بوجاه، هذم أساتذتي، ولكن الذين علموني الحقيقة والذين هم منابع كل كتاباتي ثلاث. أولا القرآن، أنا ختمت القرآن وأنا في 11 من العمر، وفي ذلك الوقت ذبحنا خروف في البكالوريا، ذبحنا دجاجة لأنه ما عندناش ثمن خروف، ولكن في الوقت اللي ختمت القرآن ذبحنا خروف. فهذا القرآن يعطيك الثقة، ويعطيك اللغة، ويعطيك الجانب القصصي، ويعطيك الكثير الكثير الكثير. هذا أستاذي الأول ومعلمي الأول هو القرآن في منابعه الأولى، منابعه البكر، منابعه حينما تغوص في الكلمة وتضع عينيك في ثقب العبارة وتتلصص وتبحث، فتجد عوالم مبدعة وعوالم من أجمل ما يمكن وأسمى ما يمكن أن يكون. هذا معلمي الأول هو القرآن. معلمي الثاني هي أمي. أمي فضيلة الله يرحمها، رحمها الله، كانت أمية، وبقيت 3 سنوات أو أكثر من سنة وأنا أعلمها كيف تكتب اسمها، وماتت وهي تكتب فضيلة بالذات تشال، وهي علمتني، كانت ترقم وترقم الزربية. نعم. فيجون الصباح، يجون الفتاة بنات نسموهم الصباحات، احنا صباحاتي، يخدموا الزربية. فكنت أنتبه لأنني كنت ربما متميز في الدراسة، فتعطيني التنقيلة، نسموها التنقيلة، وهي ورق كبير، فنأخذ من عند الجارة والجارات والجارات والجارات، يعطونا هذه التنقيلة، اسمها تنقيلة لأنها تنقل عليها. نعم. وتعطيني أقلاما فأرسم لها الزربية جاهزة على التنقيلة أو جزء منها أرسمه. وأمي التي لم تكن مهندسة، وأمي التي لم تكن رسامة، كانت تنسج عقدة عقدة، خيط خيط، ستر ستر، وفي الآخر بعد شهرين أو بعد شهر تصبح زربية يحار فيها الرسامون ويحار فيها المهندسون، ذلك أنها متناسقة وليس هناك خطأ واحد في مئات الآلاف من العقد. أنا أكتب بتلك الطريقة، فأنا أرسم خرائطا مثل التنقيلة،
عادة أبحث في الوجوه حتى أهتدي إلى وجه يشبه أو قريبا أو فيه نوع من السيكولوجيا التي تعطي قريبة من الشخوص التي أكتب عنها. فإذا كان المحور مثلا صراع الأجيال فأنا أبحث عن وجه يناسب الشخصية وأكتب القصة بهذه الطريقة. أكتب بطريقة قالب الحذاء، القالب الحذاء، الحذاء تلقاه عنده قالب 42 40 38 إلى غير ذلك، ثم يطوي عليه الجلد. أنا أكتب بهذه، أخذ خلق الله كما هو وأتلصص حول سيكولوجيته ونفسيته، طريقته كيف يجلس، طريقته كيف يقوم، طريقته كيف يسعل، طريقته كيف يتكلم، ثم أحول هذا أدبا وأحوله إلى النص. فأمي علمتني عبر الزربية وعبر النسيج وعبر الصبر وعبر أنه يستوي الأشياء أو اللوحة تستوي بعد شهرين، تستوي في أتم وأجمل جلالها. فهذه كانت مدرستي ومعلمتي وأستاذتي وهي أمي المرحومة فضيلة العيادي رحمها الله. وثالث الثالوث، والثالث الثالوث كان أميا أيضا، اسمه شارلي شابلن. شارلي شابلن كنت معجب به وأنا طفل، وأعجب كيف يركل العالم هذا الفقير، هذا الذي لم يتعلم حتى كتابة اسمه. كان يشتغل في الخشب في الغابات، يشتغل في الخشب مع الحطابين، وعمره 8 سنوات، وأمه كانت مجنونة وتشتغل في المسرح إلى غير ذلك، وتعذب وبقي حافيا إلى حد وصل عمره 18 سنة. وفجأة دخل ميدان السينما الوقت اللي كان أصبح عمره 21 سنة بعد 3 سنوات، كان له تقريبا أكثر من 5 ملايين دولار في ذلك الوقت، الذي يصبح الآن تقريبا ضعف 100 مرات. فلم يكن يعرف ماذا يفعل بهذا الرزق، بهذا الذي ساقه الله إليه. فكان مرة من الطرف أنه متعدي بحذا متحف، بحذا معرض صنعوا كرهبة فورد سنة 1923، أول كرهبة فورد سنة 1923 عارضينها في المعرض هكا، فشافها وهي غالية جدا، 25,000 دولار وقتها، كما نقولوا طور فمتي بخمسة ملايين وستة ملايين دولار. فقال له لفها، قال له عبيها، قال له كأنه هدية مش يهزها، عادي عنده فلوس كثير. فصاحب المعرض قال له غاضه أنه لا يجادله في أول سيارة مصنوعة في العالم. قال له على الأقل جادلني يا أخي، يا أخي جادلني على الأقل، نقص لي السوم أعمل حاجة. ضرب على العجلة بيديه، قال له باهي كد الله معناها. فهذا الذي ركل العالم، سخر من العالم وسخر من الفقر. أنا أيضا علمني، أصابني الله في 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 طفولتي بمرض منتشر جدا في تونس وفي العالم العربي، اسمه مرض الفقر. فكنت فقيرا جدا إلى درجة أنني مرة وجدت دينارا ملقيا في الشارع، فبقيت أبكي لمدة ساعة من الحرقة ومن الشكر لله. وأصابني في كهولتي أو في كبري بمرض إمبريالي تافه ومقيت، اسمه الباركنزون، ينتهون إلى الانتحار وإلى الكآبة. ولكن حولت ذلك إلى السخرية من المرض، فأنا حينما يحرن جسدي ولا أستطيع أن أتقدم خطوتين أنظر إلى السماء ضاحكا وأقول هذا كل شيء. أنا أحب الحياة بصدق لأنني أريد أن أسعد الآخرين. عرض منذ أسبوع، جاءتني دعوة من أحد الدول العربية، من أحد السفارات العربية، يدعونني فيها إلى تنظيم جلسة لقاء يوم 9 ديسمبر هذا، يوم 9 ديسمبر لقاء مع جاليتهم. وجاءتني في نفس اليوم دعوة من مدرسة ابتدائية، يريدون، عندهم نادي صحافة، يريدون أن يلتقوا بي ويتحدثهم عن كتاباتي للأطفال. والسفارة للدولة البترولية عرضت أن تشتري 100 نسخة من كتابي إضافة إلى عرض مغري. والمدرسة الابتدائية عرضت علي أن منشط النادي يوصلني بالسيارة ويرجعني، لأن حركتي ثقيلة والمسافة أكثر من 10 كيلومتر. فاخترت دون شك، اخترت يوم 9 ديسمبر سأكون في المدرسة الابتدائية إن شاء الله، لأنني عندي حساسية من رائحة المازوت والغاز والنفط،
وهذا مرض أيضا مزمن ولا درع ولا علاج منه. كما العيادي يحلو الحديث ولن نفيك حقا مهما منحنا هذا اللقاء من سعة زمن، ولكن في الحق أنا مشدود إلى أسئلة أود أن تجيبني بكلمة واحدة كلما ذكرت لك مكانا أو شخصا. كمال عيادي، بكلمة واحدة حينما أقول منصف الوهيبي، في كلمة أو في جملة فقط. هو الرائد وهو الكبير وهو الملاذ وهو الأب وهو الأخ وهو الأستاذ وهو المعلم وهو القيروان. كفى. حسين المقدادي. حسين المقدادي هو روح القيروان، هو الذي يجمل مداخلها، هو الذي يواسيها، هو الذي يطبطب عليها على كتفها حينما تهان. حسين المقدادي هو ربما أجمل وأنبل وأرقى وأسمى ما أنجبت القيروان. جميلة الماجري. جميلة الماجري تسعى بدأب وبسعي حقيقي، هي شاعرة كبيرة، وفضلا عن ذلك فهي تضيف للقيروان وتنير القيروان وتقدم للقيروان دون فواتير. محمد الغزي. محمد الغزي هو الطفل الذي لا يكبر، هو الشاعر الحقيقي في كما تعني الكلمة لكلمة شاعر، هو الشاعر الذي بينه وبين السماء خيط رفيع، ولكنه خيط، هذا الخيط الذي يربط بين السماء والأرض. صلاح الدين بوجاه رحمه الله. صلاح الدين بوجاه الأستاذ العظيم المتواضع المربي الحقيقي الذي كان يحلم أن يخرج وينشئ تلاميذه يأخذون المشعل. فلا تنتظر من منصف الوهيبي ومن حمد غزي، ليس دورهم أنهم ينشوا تلاميذ مثلهم، ولكن صلاح الدين بوجاه كان يسعى إلى ذلك حقيقة. الصغير ولد أحمد رحمه الله. صغير ولد أحمد هو أحد الظواهر الطبيعية النادرة جدا التي أنجبتها تونس. فالتونس الضمير الجمعي مزاجي جدا، فلم يقبل من كل شعراء الأرض، من كل شعراء تونس لم يقبل إلا أبو القاسم الشابي. وأبو القاسم الشابي حينما كتب بيتا ثم سكن، لم يسكن فيه، أسكنوه في توزر لمدة 70 سنة، فلما أحرق البوعزيزي نفسه أعادوه إلى بيته فسكنه، وهو إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. لذلك الثاني هو مباشرة هو أولاد أحمد. أولاد أحمد الذي يحول البسيط، الكلمة البسيطة، النكتة البسيطة، يحولها إلى أنشودة وأهزوجة تتغنى بها الشعب، لأنه أعطاها ربي، أعطاها ربي. إذن كنت سأسألك عن أبي القاسم الشابي، فإذا بك تجيب طي إجابتك عن الصغير أولاد أحمد. سأمر حتى لا أحرم مستمعين الليلة جمهورنا، حتى لا أحرمهم من قراءات كمال العيادي. ماذا تقترح على مستمعيك؟ ولنا معك لا شك موعد غدا ببيت الشعر بالقيروان بنهج سيدي عبيد الغرياني. مستمعينا الكرام، تلتقون الكينج كمال العيادي غدا الساعة 3 بنهج سيدي عبيد الغرياني باستضافة من بيت الشعر بالقيروان بإدارة الشاعرة جميلة الماجري، في انتظار أن يقترح علينا الكينج الأديب الشاعر القاص الروائي الرسام كمال العيادي. ماذا تقرأ؟ ماذا تهدي مستمعيك الليلة؟ واعذرني لأنني أخذت من وقتك مع الأصدقاء، هم في انتظارك لا محالة. إذا نحن مستمعينا الكرام ننتظر المقترح الأول من قراءات الكينج الأديب كمال العيادي. نعم. أنا لا أريد تكرار القديم، سأقرأ قصائد كتبتها البارحة ولم تدع ولم يسمعها بعد. إذن هذا سبق لإذاعة الحياة فام لبرنامج رواق الحياة. هذا هو كرم كمال العيادي الكينج، مختلف دائم في وشم هديته بأجمل ما يكون. يسعدني ويشرفني أن تكون هديتي الأولى وهذا السبق لكم هذه القصائد، هي عتبات، سأقرأ بعض مقاطع منها مش كلها، وستكون غدا سأقرأ منها في الساعة 3 في بيت الشعر. عتبات القيروان. أدخلها من كل الأبواب محموم المشاعر بالحلق غصة والصدر غابة من المدن. هات لي كأس خروب يا عم
أبلل ريقي ربما وعسى أقيض وصهد في الشتاء أدخل يدي في جيبي أبحث عن 100 مليم صفراء بخدش كانت بالأمس معي مذهولا أخرج حفنة من بيض الدنانير ما كان لها أن تكون في جيبي فيختفي بائع الخروب وتختفي عربته الصغيرة كان هنا والله وكأنما الوقت استدار قبل ساعة ذبلت الشمس وذي الآن ترفل في عز النهار كم الساعة كم الساعة الآن يا عم كم الساعة الآن يا عم أسأل شيخا يراقبني عند الجدار يخرج الشيخ هاتفه الجوال ويرد ويرد وهو يبعد الآلة عن وجهه ليرى فات الظهر وجامع الباب نبه لأول العصر أي عام نحن يا عم يبحلق الشيخ في وجهي يتفرسني هل غبت كثيرا عن القيروان يا ولدي فاتتني كل الأعراس يا عم 40 سنة إلا قليلا من حضرت البارحة ختانه عاد الآن جدا يا عم ينهض الشيخ يبحث عن شيء ما في جيوبه حان وقت العصر أشرب حفنة من ماء بروتة وجهك منخطف يا ولدي ويمضي الشيخ صوب المسجد القريب وأنا طفل في العاشرة واقف بين الظهر والعصر جميل هذه جميل العتبة حقاً الأولى عتبة أولى نعم العتبة الثانية ربما تفضل هذه أيضا كتبت البارحة تواعدني عبير عند باب الجلادين ثم تمضي خطوات على عجل فتسبقني 30 عام أو تزيد هذا محفوظ وذا مركز وهذا الوليد بن يزيد أين المنصف الهيبي يا عبير وأين سلاح بوجاه ومحمد الغزي وجميل الماجري وأين حبيبي جرير لا تقترب أكثر من كتاب الطبخ كانت تضيء وكأنها تقرأ عناوين الكتب على ضوء الفانوس خلف البلور بمكتبة العجرة بين حانوت الدواء ومدخل الزقاق القديم الشمس تلاحق القمر الشمس تلاحق القمر ويتلامسان وراء الزقاق خفية عن الوشاة وعيون الغرباء تكلم فبي والله شوق لسماع صوت صدرك ولكن ابق هناك على بعد متر ونصف المتر القيروان عيون ونصف متر القيروان غيور وخذ باب بيتي سأتركه هنا بين عقب السيجارة هذا وكسرة الخبز يا للرائحة الكريهة يا للرائحة الكريهة قط مبقور البطن هنا بقلب القيروان لكنها لكأنها رائحة فساء مدرس التربية ذو اللبادتين أتذكرين كان يتوضأ بعد كل جرس وآيتين وتضحك عبير وتضحك عبير وبيني وبينها الجاحظ وعنطرة وابن خلدون وزيدون وكتاب طبخ 30 عاما أو تزيد 30 عاما أو تزيد وبيني وبينها كتاب طبخ وبيني وبينها الجاحظ وعنطرة وابن زيدون وابن خلدون وزيدون وكتاب طبخ 30 عاما أو تزيد إذا وصلت بيتنا فحادف باللور نافذتي بنوات أو بحجر صغير ولا تخربط بين الشبابيك كعادتك شباك الثاني جهة اليمين سأفتح لك الباب خفية وأعود وبربك بربك وأنت تمشي في الرواق خفف الوطأ فكلنا موتى وبيتنا منذ 30 سنة على حاله نحن هناك جميعا ولكنهم حمقى وغرباء يسمونه بيت الأرواح
وكأننا الغرباء عن القيروان. شكرا جزيلا مستمعينا الكرام. يحلو السهر مع الكينج، مع الأديب القيرواني العربي العالمي كمال العيادي. أعدكم بلقاءات مسجلة أخرى ما دام بيننا في القيروان. غدا نلتقيه في بيت الشعر بالقيروان الساعة 3 مساء بنهج سيدي عبيد الغرياني. وحتى لا يعتب علي أصدقائه كثيرا لأنني استعرته منهم لحظات، حتى لا يعتب علي الأصدقاء، أترك الكلمة الختامي في هذه السهرة الرائعة للكينج الصديق ابن القيروان الزائر الجميل. عن ثلاثة أريد حملوني الشكر للقيروان: الطفل الذي كنت، والشاب الذي غادر القيروان، وهذا الكهل الذي تحتضنه الآن مدينة القيروان. شكرا من أعماق القلب لك يا قيروان. شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، تتواصلوا سهرتنا، ابقوا معنا. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.